ديالنا بريمير ان شاء الله وحققوا نتائج جيده ان شاء الله. احنا خصنا الاتحاد تغلب على خاطر. نتمنى فريق اتحاد طنجه يفوز. اتحاد طنجه يصدم. هذا غير. انا بريمير. العسل الكونا. Thank you.
أخيراً، اتحاد طنجة يتجرع أول هزيمة له في دور القسم الوطني الثاني أمام مولودية وجدة. بعد مرور 25 دورة تأرجحت نتائجه بين التعادل 11 مرة والانتصار في 13 مناسبة. بداية الجولة الأولى كانت بمثابة جس النبض بين المتصدر صاحب الميدان ومضيفه مولودية وجدة ثاني الترتيب العام، حتى ظن الكل أن هذه المواجهة المفتوحة ربما تنال حصة الأسد من الأهداف نظرا لتنوع المحاولات الهجومية. ولم تحمل الدقائق الأولى للمباراة الفارق إلا في حدود الدقيقة 38 لفائدة مولودية وجدة بهدف لرأسية علي تيام. خلال الجولة الثانية اختلف الحال، صاحب الميدان كان سيدا في الشطر الثاني من المباراة سعيا منه في تسجيل هدف يقتسم به نقاط المباراة. أما مولودية وجدة فلم تتح له سوى محاولة واحدة ليعلن حكم المباراة النهاية بفوز ممثل الشرق. يقول الجمهور هو خصو يجي يشجع الفريق ديالو. مقابلة كانت عادية، لاعبين تمشي كانت بحق تالية في داخل المقابلة، ما عندناش تدخل لهم الشك. فريق ديالنا فريق قوي إن شاء الله، السعود غنصعدوا إن شاء الله هذه السنة هذه. الجمهور خصو يجي يستمر في التشجيع ديال الفريق ديالو ويشجع اللاعبين ديالو. شوف هذا الشيء عادي، دابا كتعرف كرة القدم هي هذه، راه فرق كبار وكيخسروا. ماشي قضية ديال، والحمد لله اللاعبين دخلوا باش ينتصروا. وفقنا شاء الله اليوم وجدة جاتهم فرصة واحدة سجلوها، هنيئا لهم كنهنيهم بهذا الفوز ديالهم. وحنا إن شاء الله تكون باقي المسار قدامنا وباقي لنا المقابلة الجاية إن شاء الله نتصرفوا فيها وغنصعدوا القسم الثاني. ما قلتي الحمد لله، فحنا نوتر باركور جيسكا ماتنا هو بوزيتيف سير توت لي نيفو. أوني بروميي بواحد الفارق ديال النقاط اللي جد مهم. الحمد لله حنا قطعنا واحد الأشواط جد مهمة بالنسبة للوبجيكتيف برانسيبال ديالنا إن شاء الله، وهو نمثلوا الفريق ديالنا يمثل طنجة في القسم الوطني الأول. المباراة ديال اليوم فحنا قبل أي مباراة كنعملوا واحد السيناريو المباراة ديالنا وكندرسوا الخصم. اليوم لا أخفيك كنا كنتظروا أي نتيجة إلا الهزيمة اليوم في الميدان ديالنا، خاصة مباراة كانت جد حساسة بالنسبة لنا، كانت فرصة لنا. كنا اليوم فزنا بالمباراة كنا غادي نحسموا واحد الصفة نهائية الصعود ديالنا والتتويج ديالنا للمدينة، ولكن للأسف اليوم فالنتيجة كانت غير المتوقعة. بالنسبة للمباراة فكنا كنعرفوا بأن فريق مولودية في وجدة فهو خصم العنيد، خصم اللي متشبت بالرتبة الثانية رغم مجموعة ديال النتائج اللي كانت سلبية، ولكن فريق اللي ما حطش يديه ما استسلمش بقى تينافس. كنا كنعرفوا بأن مولودية وجدة اليوم عنده عناصر اللي متمرسة، كنظن اليوم العناصر كان عندهم كان هازني على العاتق ديالهم باش كما تنقولوا يهديو مدينة طنجة الصعود بصفة نهائية. كنظن هذا العامل النفسي حسيناه في اللاعبين، بعد أحيان كان ارتباك كان عدم تركيز. بالنسبة للمباراة بديناها مع مولودية وجدة فالشوط الأول كان متكافئ، تقريبا الفرص كانت متكافئة، 3 فرص لكل فريق. كنظن سهو وعدم موك دو كونسونتراسيون بالنسبة للمدافعين ديالنا، فعن طريق ركنية استطاع اللاعب تيام يسجل هدف أول. اللاعبين حاولوا، ولكن كنظن كما قلت لك فعدم التوفيق وعدم عدم التركيز في بعض الأحيان، ومحاولة إهداء مدينة طنجة للصعود في أقرب الأجال، فهذا كنظن بأن عامل غادي نحاولوا نشاهدوا فيه باش هاد الثغرات هذه نعالجوها في المباراة المتبقية، المباراة المتبقية خاصة المباراة الماشية إن شاء الله.